في جدة اتسع المعنى وتجاوز حدود الاستخدام المألوف لمساحة الحوش، ففي عام 1962 للميلاد دشن فؤاد جمجوم ما يعرف بسينما الأحواش في حارة الجماجمة بحي البغدادية، لتكون أول دار عرض سينمائية من نوعها تتولى مهمة تقديم عروض يومية لمختلف الأفلام الأمريكية والعربية بقيمة دخول لا تتجاوز 10 ريالات. في مشهد فريد تتوزع الكراسي وتصطف أمام شاشة عرض كبيرة لتجسد متنفساً رحباً لأبناء الحارة، وتوثق رباط ألفة ومحبة، وتؤسس ذاكرة مشتركة من المشاهدات السينمائية. وقد امتدت هذه الصناعة لتصل إلى حارات أخرى بسعر دخول يبدأ من ريال واحد وصولاً إلى 5 ريالات، فظهرت سينما محمد أبو صفية في حي الهنداوية، وسينما عبد الله الغامدي في حي كيلو 2، وسينما سحاحيري في حي السبخة الذي يعرف الآن بحي الشاطئ. سينما الأحواش ذاكرة أولى لدور السينما بالمملكة، وأفنية أدهشت وأمتعت الجمهور السعودي على مدار سنوات.